فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من يقول بالوقف في مسألة خلق القرآن؟ نعم، ما حكم من يقول بالوقف في مسألة خلق القرآن؟ ما حكم من يقول في مسألة خلق القرآن؟ لا، الكلمة الثانية وش؟ ما حكم من يقول بالوقف؟ الوقف؟ اي نعم. لا، ما يجوز الوقف، لازم نعتقد. نعتقد أن القرآن غير مخلوق، ما نقول والله ما ندري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، هذا كفر والعياذ بالله، كفر هذا، مثل اللي يجزم أنه مخلوق سواء، هذا متردد. لا بد أن يجزم ويعتقد ويؤمن أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله جل وعلا وهو من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. نعم.